قضية تلبس الإنس بالجن هذه مسألة قديمة تكلم فيها أهل العلم، يعني هل يتلبس الجني الإنسي؟ فيها كلام طويل لأهل العلم، يعني أكثر أهل العلم أنه يقع هذا الأمر لقول الله تبارك وتعالى: الذين يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قالوا يتخبطه الشيطان من المس أي يدخل فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وقال بعضهم إنما يجري مجرى الدم في الوسواس الذي يوسوس له، والذي يكون لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان نفسه، هذا يوم القيامة. أما قضية دخول الجني في الإنسي ويتخبطه في هذه الدنيا، فذكر الشيخ الإسلام تيمية أن هذا باتفاق من أهل العلم، وقال لم ينكر هذا إلا المعتزلة. هذا من حيث الكلام. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى هل يدخل الجني، قال قيل له إن أناس ينكرون ذلك، قال إنه يتكلم بلسانه، يتكلم بلسانه، لكن من حيث النصوص الشرعية لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الأحاديث الواردة في هذا أن إنسان صرع أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أخرجه، كلها فيها ضعف لا يثبت منها شيء. وإذا كان الأمر كذلك فالمسألة نقول الله أعلم، هل يتخبط الشيطان الإنسان يدخل فيه ويتكلم بلسانه وكذا أو لا يدخل، هذه فيها خلاف والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن أنا سألت كثيرين من الذين يقرؤون على الناس ويقول أكثر من 90% الذين يأتوننا وفيهم مس ما فيهم مس، أكثر من 90% الذين يأتون إلينا ويقولون فينا مس وفينا كذا ما فيهم مس، وإن فيهم توهمات وقد يكون فيهم مرض عضوي صرع أو غيري أو كذا، ويظن الناس أنه مس لكنه ليس مسا حقيقيا، يعني يقر عليه شوي كذي كذا، مثل اللي يعطونا حبة قلب يعطونا فيتامين يقول هذه حبة قلب يأكلها يقولوا ما شاء الله صرت زين، وهذا يجي يقول فيني مس قال الحين طلعه، طلع أبشرك طلع قال الحمد لله ما فيني شيء ما طلعت شيء قال زين. فالقصد أنه الجن حقيقة هذا لا ينكرها أحد، إيذاؤهم للإنس حقيقة لا ينكرها أحد، تلبسهم للإنس هذه فيها خلاف والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن الناس يبالغون جدا في هذا. مثل العين ما يدرس مهمل ثم يسقط يقول عين شنو أنت مهمل، طيب يأكل أكل كثير ويخلط عوير على زوير حمدان على بطران بعدين يقول بطني واحد معطيني عين، أنت مخربط بالأكل وين ما حد معطيك عين. وهكذا يعني من الطرف اللي حدثني أحدهم يقول هذا رجل ما شاء الله يعني قوي البنية، يقول جئته رأيته فإذا يده مكسورة، فقلت له جاءك اللي يقواك، أنت دائما تفاخر علينا أنا قوي أنا قوي، لقيت اللي يأدبك، قال لا للحين مو موجود هاللي أدبني، قال ويدك هذه من اللي كاسرها؟ قال عين. قال شلون؟ قال أنا كنت أتوضأ وفجأة خلصت وضوء زلقت وانكسرت يدي بدون أي سبب، ما حد زلقت وانكسرت يدي. قال ممكن سؤال؟ قال نعم. قال كنت حافي؟ قال نعم. قال الأرضية شنو؟ قال سيراميك. قال مو عين، الرجل المبللة وسيراميك كيف بتزلق؟ وين العين؟ ففي ناس كل شيء عندهم عين، يعلقون أخطائهم على العين وليس الأمر كذلك. كما قلت يعني العين حق والمس الذي أميل إليه أنه حق، أن في مس وأن الجني يمكن يتلبس بالإنسان ويصرعه، لكن ليس بالصورة التي يذكرها الناس، جل ما في الناس مبالغات، لكن من حيث وقوعه الظاهر والله لعله يقع فعلا. وأنا رأيت بعض الحالات التي من خلالها فعلا تشعر أنه مس حقيقي والعلم عند الله جل وعلا. طيب.